مقابلة مهمة خروج يعني المغلوب. تحضيراتنا يعني كانت نقدر نقول أنه جد عادية، باعتبار أنه طموحنا كان منذ البداية على أننا إن شاء الله يعني نوصل المباراة النهائية، وبالتالي فهذه الخطوة الرابعة أكيد أن الخطوة ستكون صعبة على المنتخب اللي هو قوي، لكن إن شاء الله سنهتم بكل تفاصيلها، لا من الناحية النفسية ولا الدينية ولا حتى من ناحية يعني البدنية والتكتيكية خاصة، لأنه إن شاء الله إذا لعبنا بنفس الطريقة اللي لعبنا بها المقابلات الأولى تنظن أنه سنكون أقرب يعني للفوز، ولو أن المهمة اليوم ستكون جدا جدا صعبة. هل هناك تغييرات في التشكيلة؟ يمكن تغيير واحد فقط، ولكن لاني لا يهم باعتبار انه انا تعتبر جميع اللاعبين اللي هما موجودين كلهم لاعبين اللي هما اساسيين، وبالتالي يمكن اللاعبين الاساسيين اللي غيديروا المباراه يمكن ما يعملوش فرق، ولكن الاحتياطيين سيعول عليهم يعني كثيرا، سواء لمواصله يعني مشوار ما بداوا الاوائل او لتغيير يعني نتيجه المباراه. شكرا لك. صح.